استمرارية انطلاقة ميدان سيف العرب تستمر بأشواطها وتحدياتها في هذه الانطلاقات. انطلق هذا الشوط وهو أحد أشواطنا كذلك الذي يحمل الجعدان المحليات الإذاع، وهو السابع في الترتيب العام لأشواط هذا الصباح، ولا زالت الأشواط تتواصل وتنطلق فيها التحديات. نسير مع المركز الأول مباشرة، وهذا رعد أحمد بن عبد الله بن ركاض العامري يتقدم المشاركين ويندفع بالمركز الأول. هرمز في المركز الثاني، محسن بن علي بن سعيد العويسي يتقدم في المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر، وهذا هو يتدخل وياتي الشامخ لأحمد بن عبيد بن راشد بن صندل يتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز الذيب، محمد بن حميد بن سلطان بالكديدة يتقدم على رابع المراكز. أما المركز الخامس، هذا طماع في المركز الخامس لسعيد بن خليفة بن خميس الغويص السويدي ياتي في المركز الخامس. بينما المركز السادس ناصي لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. والمركز السابع هذا لأشقر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد النعيمي، ومع فايز بن غفان اليابري اللي يتولى عملية تضميره في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. بينما هناك أيضا تواجد في هذا الانطلاق وتواجد في هذا الاندفاع. يصل في هذه اللحظات، بنشوف هذا اللي رقم 9 ولكن من الشوط الثالث، بناخذه وبنشوفه، بنشوف اسمه الذي ينطلق في هذه اللحظات. هذا هو مشاهدي الأعزاء، اللي هو الخوار لمحمد بن علي بن راشد الهاجري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز يتقدم فيه وياتينا هذا ناصي لسهيل بن مبارك بن مرخان. والمركز العاشر ياتي شاهين لعبد الله بالطير بسهيل العامري. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع في أرضية ميدان سيف العرب. هذه التحديات وهذه الانطلاقات الجميلة في هذا الشوط. شوف الجعدان اللي ذا
عودة مع لوحة الاثنين كيلو متر الذي قربنا من الوصول أو وصلنا إليها في هذه اللحظات، وهذا الانطلاق الشامخ أحمد بن عبيد بن صندل الذي ينطلق على المركز الأول ويسيطر على مقدمة الشوط، بينما رعد لأحمد بن عبد الله بن ركاض العامري يتقدم على المركز الثاني في هذا المنطلق وهذا الاندفاع، نقله على المركز الثالث ويتقدم في ثالث المراكز هرمز، وياتي محسن بن علي بن سعيد العويسي على المركز الثالث في هذا الانطلاق، بينما المركز الرابع هذا ناصي محمد بن علي بن سلطان بن رشيد يتقدم على رابع المراكز في هذه التحديات. هذه الأربع المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة، بينما المركز الخامس يتحرك ويصل شاهين لعبد الله بالطير بسهيل العامري، وهناك أيضا يتواجد طماع لسعيد بن خليفة بن خميس الغويص السويدي. يا سلام يا سلام، هذه الأسماء وهذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الشيق. عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى، إلى التحديات الأولى في هذا الميدان، ميدان سيف العرب الذي يحمل هذه الأسماء وهذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة في هذا الميدان. ننطلق مع المركز الأول ونعود مع المراكز الأولى في لوحة الكيلو الأخير، الكيلو المتر الأخير، وهناك رعد يسيطر على مقدمة الشوط. أحمد بن عبد الله بن ركاض العامري يقدم لنا رعد، يقدم رعد على المركز الأول. الشامخ لأحمد بن عبيد بن راشد بن صندل ينطلق على المركز الثاني، الثنينة في صراع قوي. بنشوف المركز الثالث اللي ينضم لهم هرمز محسن بن علي بن سعيد العويسي، يقدم هرمز على هذا الشوط على هذا الانطلاق. ثلاثية المراكز الأولى، ولكن مرة ثانية للمرة الثانية يبغي يضيف بالركاض هذا الانطلاق. رعد هناك اشتعال في الشوط الماضي، وهذا رعد أحمد بن عبد الله بن ركاض العامري ينطلق بالمقدمة بالمركز الأول. المركز الثاني بدأ يتحرك هرمز محسن بن علي بن سعيد العويسي على المركز الثاني، على المركز الثاني. اللحظات الأخيرة يا سلام، ما بين هرمز وما بين رعد وهرمز. هرمز بدأ يتسلل راح إلى المقدمة إلى المركز الأول. تقدم العويسي، تقدم محسن بن علي العويسي في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. تهانينا وسلالتي مرموك في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. رعد لأحمد بن عبد الله بن ركاض العامري، بينما المركز الثالث الشامخ أحمد بن عبيد بن صندل. هذه النتيجة 7 دقائق و58 ثانية. تهانينا والناموس.